جيت ويكفي ما بكيت سنوات وانا كنبكي، شكون حس بيا ولا شكون شاف ديك الدمعه؟ واهلا وسهلا للمتابعين ديالي داخل وخارج ارض الوطن، شكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم، على لي كومونتير ديالكم الزوينين، على التشجيعات ديالكم. مرحبا والف مرحبا للناس اللي انضموا للقناه جداد، مرحبا بكم، والناس اللي كيتكلموا معايا في الواتساب تنتوما مرحبا والف مرحبا بكم، شكرا لكم كاملين. الله يحفظكم والله يسهل عليكم. هاد الفيديو اللي درت اليوم كنت باغا نديرو من نهار اللي فاش حطيت الفيديو الاول، ولكن خليت حتى نكمل داك الفيديوهات اللي حطيت لكم على لي برودوي كاملين عاد باش قررت ندير هذا الفيديو هذا باش نختم وعاد نبدا من جديد. اول حاجه غادي نجاوب الناس، بزاف ديال الكومونتير صراحه اللي بزاف ديال الكومونتيرات اللي بلوكيت، وحده بعدا واحد عيشه قنديشه النيت ديال بصح، لقيتها كاتبه شي ثلاثه ديال لي كونط، انا كنبلوكيها من هنا وهي كتحل الكونط جديد من هنا، يعني هذه 100% هذه كتعرفني، يعني 100% هذه كتعرفني، انا كنبلوكيها من هنا وهي كتخرج لي كونط جديد من هنا، كتحل الكونط جديد باش تكتب فيه لي كومونتير، ولكن ماشي مشكل. شوفوا دائما الانسان فاش كتكون داير الخطوه الاولى الى طريق النجاح ان شاء الله ضروري كيلقى تعرضات وضروري كيلقى مشاكل، ولكن ماشي مشكل، انا هادشي كامل متقبله. بالنسبه اللي حلفات ان عمري انا ما غادي نوصل، وحلفتي بالله قلتي انا عمري ما غادي نوصل وعمري ما غادي ندير الدار، انا غادي نبقى حياتي كامله في الكرة، وحلفتي انا ما ضرنيش الكومونتير، ولكن اللي ضرني هو انك حلفتي، يعني مادام انت حلفتي ومتاكده من راسك، يعني اش غادي نقول لك، انا اللي غادي نقول لك هو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا دائما كنتوكلوا على الله، والا كان الله سبحانه وتعالى مكتب ليا نبقى في الكره دائما ماشي مشكل، ولكن باش تكوني انتيا قلتيها الهضره ديالك ولا الدعاوي ديالك ولا على الباطل راه كيضربوا في السماء وكيرجعوا لك على وجهك، هادشي بعدا هذه النقطه الاولى. اما انا الا كتب لي الله نبقى في الكره راه غادي نبقى فيه، الا ربي الحبيب سهل عليا كون فيكون، الى ربي امر وكانت شي حاجه في الرزق ديالي راه اكيد غادي توصلني، الا ما كانت شي حاجه في رزقي راه واخا ندير عليها المستحيل راه ما غاتوصلنيش، والا كانت شي حاجه في رزقي راه واخا ديري انت عليها المستحيل راه غاتوصلني توصلني. هذه من واحد الناحيه، من واحد الناحيه عاوتاني اللي قالوا صافي درتي لاباس ما بقيتيش كتبكي ما بقيتيش كتشكي، البشر راه كيف ما درتي معاه وحله، بكيتي وحله، شكيتي وحله، ضحكتي وحله، فرحتي وحله، بينتي راسك مزيان وحله، بينتي راسك والو ما عندكش وحله، كيف ما درتي راه الهضره تبعك تبعك. وانا راه دون تسوق، كنت كنقولها لكم من شحال هذه وكنزيد ناكدها لكم بلي انا راه دون تسوق الهضره ديال الناس، لو كانت الهضره ديال الناس كتعمر لي ودني لو ما رانيش كتشوفوني هنايا، ولكن انا كنحاول ما امكن نقوي راسي وكنحاول ما امكن نقوي واحد الشخصيه، وانا اصلا ديجا شي شخصيتي قويه الحمد لله اللي كنفتخر بها، وبزاف الناس كيقولوها لي وكيفتخروا بيا، بزاف الناس اللي كيقولوا لي كنتمنى تكون الشخصيه ديالي بحال ديالك، هذا فخر ليا باش انك تتمنوا تكونوا بحالي. دائما حنا كنبغيو نكونوا بحال واحد الانسان اللي كنشوفوه الحمد لله غادي في النجاح او لا غادي في طريق المستقيم، ما يمكنش انا غادي نتمنى نكون بحال وحده اللي فاشله وكتقيل ناعسه حتى ل 12 وكتنوض تجيب باقيطه بالكريدي من الحانوت، انا ما نتمناش نكون بحال هذه، انا نتمنى نكون بحال وحده اللي كتفيق مع 6 الصباح وكتفطر وليداتها وكتصيفطهم للمدرسه وكتمشي للخدمه اولا كتبدا الخدمه من الدار اولا، المهم الخدمه بصفه عامه، المهم كتقلب على الرزق ديالها اولا كتقلب على لقمه العيش اللي غادي تعيش بها راسها وليداتها وتحقق بها الاحلام ديالها. هذه هي اللي انا فريمون غادي نتمنى نكون بحالها، وهذه وانا وحده من هاد العيالات هادو اللي انا الحمد لله واحد الانسانه اللي كنقلب هنا ما لقيتش كنقلب هنا، ماشي كنقلب هنا ما لقيتش غادي نمشي نعس، لا انا كنضرب هنا ما لقيتش كنمشي نقلب هنا ما لقيتش كنمشي كندق هذا الباب هذه الا تسدات فوجي كنمشي ندق باب واحد اخرى، والباب ديال الله سبحانه وتعالى دائما مفتوحه في وجهنا. انا مثلا كنت كنخدم في اليوتيوب كنحط فيديوهات يوميا، كنت كندير واحد المجهود اللي هو كبير لمده ديال 6 سنين، ما عطانيش اليوتيوب، اليوتيوب ما بغاش يطلع ليا اولا ما كتبش ليا الرزق فيه بهذا المفهوم هذا، اكيد ما غاديش نبقى انا تابعه غالي يوتيوب كنتسنى غالي يوتيوب، لا خاصني اكيد نمشي ندق باب واحد اخر ربما يكون داك الباب هو السبب ديال الرزق ديالي اكيد. انا الحمد لله كندق بزاف ديال الابواب واللي تحلات فيهم الحمد لله، الحاجه اللي خايبه هي اننا نبقاو ناعسين اولا جالسين وكنتسناو شي حد يعطينا اولا كنتسناو اللي يدق علينا باش يجيب لنا لقمه العيش. شوفي ما تسنى حتى شي واحد يعطيك وما تسنى حتى شي واحد يدق عليك ويقول لك واش خاصك، دائما قلبي على رزقك. وانا واحد الانسانه اللي نتوما عارفيني
منين كنت صغيره، ماشي زعما حتى تزوجت، انا منين كنت صغيره بزاف الناس اللي كيعرفوني، انا منين كنت صغيره وانا كنعتمد على راسي، انا منين كنت صغيره كنت كنخدم في الزيتون، كنخدم في لقيتات الزيتون، كنقرا وكنخدم في الزيتون، اولا كنقرا وكنخدم في اي حاجه كانت، اي حاجه كانت كنخدم فيها، المهم هو انني ولا كنت كنخدم العقد، نجي من المدرسه ونقص نخدم العقد باش نشري الكسوه ديال العيد اولا باش نشري شي حاجه المهمه اللي خاصاني. انا واحد الانسانه اللي مكافحه من الصغر ديالي، بزاف الناس اللي كيعرفوني. منين تزوجت كذلك عاوتاني ما خليت بزاف ديال الابواب، بزاف الخدمه اللي خدمت فيهم، بزاف ديال الابواب اللي طرقت فيهم اللي كندق فيهم، والكمال من عند الله سبحانه وتعالى. واخا كتسدوا في وجهي بزاف ديال البيبان، ولكن باب الله سبحانه وتعالى دائما محلوله في وجهي الحمد لله. انا كنحمد الله ونشكره، لو ما الصعوبات اللي دازوا عليا، لو ما المشاكل اللي دازوا عليا، ما غاديش نكون هاد الحسنيه قدامكم دابا اللي واحد الشخصيه اللي قويه والحمد لله. هذا من واحد الناحيه. دائما الصعوبات اللي كيدوزوا في حياتنا كيكونوا خير لينا، علاش؟ لان لو ما طحتش انا في الصعوبات، لو ما دزت من المشاكل، لو ما دازوش عليا القهره بالنسبه اللي قالوا وصافي ما بقيتيش كتشكي وتبكي، ما بقيتيش كتبكي، يكفي ما بكيت، يكفي ما بكيت، يكفي ما بكيت، ويكفي ما تحقرت، ويكفي ما تقهرت، ويكفي ما تقجيت، ويكفي ما بكيت سنوات وانا كنبكي. شكون حس بيا ولا شكون شاف ديك الدمعه اللي كانت كطيح، ديك الدمعه اللي كانت كطيح لا في الليل ولا في النهار ولا قدام الكاميرا ولا مور الكاميرا، كان كيشوفها الله سبحانه وتعالى، ربي هو اللي كان كيشوفها. وبسبب ديك الدمعه اللي طاحت ان شاء الله الامور غادي تولي بخير. وكنت كنقولها لكم دائما هاد الشعر انا وحلت معاه كيزلق بوحديتو، بسبب ديك الدموع اللي كانوا كيطيحوا الله سبحانه وتعالى اللي كان كيشوفهم بوحديتو، ربي كان كيشوف ديك الدموع ديالي اللي كانوا كيطيحوا، واكيد ربي غادي يعوضني. وكنت كنقولها لكم من شحال هذه، وكنقول لكم واحد تجي واحد الساعه اللي اكيد الله سبحانه وتعالى غادي يعوضني على هاد الدموع اللي كيطيحوا كاملين، لان فريمون ان انا فاش كنبدا شي حاجه ما كنلقاش تشجيع من اقرب الناس ليا، ما كنلقاش تشجيع، دائما كنلقى انتقادات في اي حاجه كنبغي نعطي فيها كنلقى فيها انتقادات، اولا ما كنلقاش اللي غادي يوقف معايا ويدعمني ويقول لي برافو عليك كملي، كنلقى غير اللي كيحبطني واللي كيطيحني، وما كنتسوق حتى لشي واحد من اقرب الناس ليا اللي في جنبي، ما كنتسوق حتى لشي واحد، دائما كندير داكشي اللي في راسي، ما كنديرش انا ما كندير حتى لشي واحد، كندير داكشي اللي انا في راسي، وكندير داكشي اللي انا باغا نوصل ليه، لان فريمون انا الحلم ديالي اللي كنتمنى نوصل ليه ما بقى ليه والو ان شاء الله باذن الله. وديك الساعه عاد غادي يبانوا اعداء النجاح اللي من شحال هذوك كيحلفوا كيقولوا باللي عمرك ما غتوصل، واش انت غتوصل، واش انت غديري، واش انت غتفعلي، واش انت، واش انت. شوفوا انا دائما كنحلم والحلم ديالي كبير، ما كنحلمش الحلم صغير، انا الحلم ديالي كبير ان شاء الله باذن الله، ولا ما تحقق الحلم هذا العام يتحقق العام الجاي، ولا ما تحقق العام الجاي انا كنتسنى حتى يتحقق الى ربي طول في العمر. هذه من واحد الناحيه، ودائما انا طموحه وكنخدم، ماشي جالسه كنخدم، كنقلب، كنطرق بزاف ديال البيبان، وكيف ما قلت لكم بوحدي بوحدي كنخدم وكنطرق بزاف ديال البيبان، وكيف ما قلت لكم الاساسي اللي خاصو يشجعك هما الاقرب الناس ليك. انا ما كيشجعونيش الناس الاقرب ليا، اقرب الناس ليا ما كيشجعونيش، علاش؟ لان المهم ما بغيتش ندخل في بزاف ديال التفاصيل، ولكن كنقول انا النهار اللي غادي نوصل والنهار اللي غادي نحقق داكشي اللي في بالي غادي يتصححوا بزاف ديال الاخطاء، وغادي يكون بزاف ديال الحسابات، وغادي يكون بزاف ديال الامور اللي غادي تزيان. انا دابا ساكته وما كنهضرش وما كنقول حتى شي حاجه، ولكن النهار اللي فاش انا غادي نوصل او لا غادي نحقق داكشي اللي انا باغا نحققه غادي تصفوا بزاف ديال الحسابات، حيت ما يمكنش انت كطيح وكتنوض وتطيح وتنوض وتطيح وتنوض بوحدك باش تغرس واحد الشجره، ومنين ديك الشجره توجد ودار الثمار كلشي غيبغي ياخذ منها. لا، هذا موضوع واحد اخر ما غاديش ندوي فيه دابا، ما غاديش نكمل فيه، غير عطيتكم واحد النقاط وانتم فهموا كملوا من عندكم. نكمل لكم على اللي حلفات. قالت لك انت عمرك ما كتحلف بالله، قالت لك انا عمرها ما غتكون عندي الدار، غنبقى عايشه حياتي في الكرا حتى نموت. ماشي مشكله سيدي، حتى الا كتبها الله ماشي مشكل، الا كتب الله الدار راه غنوصلوها، ما كتبهاش الله راه حنا غنموتوا غنموتوا، سواء كانت عندنا الدار سواء ما عندناش، سواء عندنا الفيلا سواء عندنا مرسيدس سواء عندنا برويطه سواء عندنا حمار، حاشاكم راه اي حاجه كانت عندنا في هذه الحياه راه والله حتى غادي نخليوها وغنمشيو بكتانه بيضاء، هي اللي غادي نديو في هاد الدنيا هادي، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطينا حسن الخاتمه ويهدينا ويرد بينا. هذه من واحد الناحيه. خلينا من دوك المحسادات عاوتاني اللي كيبداو يهضروا على الحجاب، انت ما بقيتيش متحجبه، ربي عمره ما غيسهل عليك، حيتاش حيدتي الحجاب، حيتاش حيتاش. نتوما ما كتعرفوش العلاقه بيني وبين الله، ماشي ضروري تكون محجبه، راه
بزاف ديال الناس اللي ما محجبينش او لا هادوك كتصفقوا ليهم. برافو. الوجهيات بعدا فين ما كانوا، فين ما بعدا مول الوجهيات في الدنيا، غدا يوم القيامه غيبعث بلا وجه. بعدا انتيا اللي كتسبيني انا او اللي كتدخلي راسك فواحد الشؤونات، بعدا بالنسبه للناس اللي كيقولوها لي بواحد الطريقه زوينه، انا كنشكركم بزاف، لان فريمون انك كتبغيوني وكتبغيو لي الخير، كتقولوا لي رجعي ديري حجابك او لا رجعي لحجابك او لا الحجاب كان كيجيك احسن، ولا هادو ما كندويش عليهم، كندوي على واحد المقلخه، واحد الفاشله في الحياه اللي كتدخل بواحد الطريقه عشوائيه اللي هيماجيه، لا قرايه لا فهامه لا وعايه، وكتجي كتدخل واحد الطريقه هيماجيه، كتكتب واحد الكومونتير ديال الهيماجيين، ديال الناس المكلخين، ديال الناس ديال الالف، وما ما ما بعدا ما نقدرش حتى نعطيك التاريخ، ما تستاهلش مني نعطيك حتى التاريخ. شوفي الا بغيتي توصليني انا بعدا في الاخلاق وفي التربيه وفي الاداب، خاصك تمشي ترجع لكرش امك وتعاودي تولدي وتقراي من التحضيري وانت طالعه هكاك، وما تقدريش توصلي حتى للصبع الصغير ديالي. انا بعدا ما كنآديش الناس وما كنتعداش على الناس، وربي اللي فاش كيقدرني انني نوقف مع شي واحد كنطيح ونوض وكنوقف معاه الخفاء. ولكن بزاف الناس اللي كيعرفوني وبزاف الناس اللي كيهضروا معايا، شتي الا سمعت لكم دابا الاوديوات ديال الواتساب، غادي نتشاور مع الناس اللي كيهضروا معايا الا خلاوني باش نسمع الاوديوات في الواتساب، غادي تبقاي معجبه وغتبقاي حاله فمك وتشوفي الناس كيفاش كيبغيوني والناس كيفاش كيقولوا في حقي كلمه طيبه. واحد السيده مريضه وقالت لي، اقسم بالله الا هكا حلفات ليا، قالت لي كنكون مريضه كنموت، وفاش كنشوف الشعار ديال الاشع كيجيني زعما الشعار ديال الفيديو ديالك انه حطيتي فيديو، قالت لي كنتهز بالفرحه، قالت لي كنفرح لانك تعطيني واحد القوه في الحياه، قالت لي لان انا وصلت لواحد الحاله اللي صافي كنتسنى غير الموت، قالت لي ولكن فاش كنتفرج في الفيديو ديالك قالت لي كتعطيني واحد الانرجي جداد، واحد القوه، واحد الامل في الحياه، وكنقول حتى انا واحد النهار نقدر نكون بحال حسنيه، وهذا فخر ليا باش واحد الانسانه اللي كتكون مريضه او اللي كتكون ما عندهاش القوه او اللي كتكون عندها مشاكل وكتشوف فيا انا وكتقوى، هذا فخر ليا، يعني غير هذا كافيني، هذا كافيني باش نكون كنعطي القوه للناس وحدين اخرين، او لا يكونوا كياخذوا مني الانرجي واحد الناس وحدين اخرين، او لا باغين يكونوا بحالي ناس وحدين اخرين، هذا فخر ليا. خلينا من دوك الفاشلين ومن دوك المحاسد ومن دوك المسمومات يقولوا لك ايوا انت شنو صورتي، ايوا انت شنو صنعتي لنا، ايوا انت شنو درتي، كل حاجه كتجي في وقتها والحاجه اللي كتجي في الوقت ديالها احسن من الحاجه اللي كنقولوها قبل ما يوصل الوقت ديالها. نتوما عارفين انا النهار اللي فاش دوزت البيرمي ما خبرت بها حتى شي واحد، النهار اللي فاش شريت الطوموبيل ما خبرت بها حتى شي واحد، حتى النهار اللي فاش شتوني راكبه في الطوموبيل وكنسوق ما قلت لك ندوز البيرمي. هادو هما الحوايج اللي درت في حياتي زوينين، اما اي حاجه درتها وكنقولها ما كيسخرش فيها الله. درت المشروع الاول بديته من البدايه فشلت فيه، المشروع الثاني فشلت فيه، المشروع الثالث فشلت فيه، المشروع الرابع فشلت فيه، اي حاجه كنديرها وكنصورها وكنقول التفاصيل ديالها ما كيسخرش فيها الله. الحاجه الوحيده اللي سخر فيها الله هي فاش دوزت البيرمي الحمد لله ونجحت وشريت الطوموبيل والحمد لله. هادو من واحد الناحيه، دائما الله سبحانه وتعالى فاش كيبغي العبد ديالو كيبتاليك بزاف ديال الحوايج وكيشوفك واش غتصبر ولا ما غاديش تصبر. وانا اكيد جبل لا ينهدم، تيري فيا بالسلاح، تيري فيا بالبارود، جيبي كرابيله باش ما بغيتي، انا بجهد الله واقفه على رجليا وبجهد الله غادي نوصل لداك الشيء اللي انا باغا نوصل ليه، ماشي اللي انت باغا، ولا انا غادي نتمشى في الحياه كيف ما انت باغا. قلتي لي انتيا لا ديري الدره غنوض غدا ندير الدره باش نرضيك انت، لا انا كنرضي الله سبحانه وتعالى، والعلاقه اللي بيني وبين الله كيعرفها هو بوحدو، فما كيحتاج شي واحد يجي يتدخل فيا ويقول لي ديري الدره ولا لبسي القصير ولا لبسي الطويل، انا حره في حياتي وحره في راسي، ما نبغي حتى شي واحد يتدخل فيا ويقول لي اشنو ديري واشنو ديري. عجبك المحتوى وعجبك الفيديو مرحبا والف مرحبا بك، على راسي وعيني الانتقاد ديالك بناء، على راسي وعيني، بغيتي تنصحيني الله يجازيك بخير وكثر خيرك وتكوني كتبغي ليا الخير. انا والله العظيم الا كنشوف اي وحده زدت واحد الخطوه القدام كنفرح ليها، انا فاش كنزيد خطوه وحده القدام بزاف ديال المحسدات كيبداو يبانو، كيبداو يخرجوا لي من الجنب، شي كيخرج لي من هنا، 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 شي بالسب، شي بالشتم، شي انت عمرك ما ديري، انت عمرك ما توصلي، اويلي انتيا، اويلي انتيا، هاد اويلي انتيا، وغتشوفي شنو غيخرج منها، وغادي تبقى متورخه لبزاف ديال المحاسد وبزاف ديال الناس اللي كينقصوا مني وكيطيحوا مني، وانا ما كنعس لا ليل لا نهار باش نوصل داكشي اللي انا باغا نوصل ليه، ماشي اللي باغيه انتي توصلي ليه، ماشي اللي باغيه انتي نوصل ليه، انا غنوصل داكشي اللي انا باغياه
وبجهد الله سبحانه وتعالى، ماشي بجهدك ولا بجهد شي واحد، ربي هو اللي كيعطي وربي هو اللي كيرزق، وانا دايره النيه ديالي صافيه مع الله وكندير المجهود ديالي والكمال على الله سبحانه وتعالى. الا ربي كتب لي شي حاجه غنوصل ليها في هذه الحياه اكيد غادي نوصل ليها، الا ربي ما كتبهاش ليا راه ما غنوصلهاش واخا ندير عليها المستحيل. هذه من واحد الناحيه. صافي يمكن هنا غنسالي الفيديو وغادي نصور لكم فيديو واحد اخر على حاجه واحده اخرى وعلى موضوع اخر. دابا غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم وشكرا جزيلا لكم، والناس اللي كيبغيوني والناس اللي كيصيفطوا لي في الواتساب كنشكركم بزاف، الناس اللي كيبغيوني الناس اللي كيقولوا لي حسني راه كنحماقوا عليك، حسني راه كنبغيوك، حسني يا كوغاج زيدي كملي، انت امراه طيبه وربي مازال غيعطيك وربي مازال غيسهل عليك، وكيدعيو معايا ويدعيو مع وليداتي. انا كنقول لكم شكرا جزيلا لكم، وقلت لكم انا بعدا فاش كنشوف شي وحده زادت واحد الخطوه لقدام كنفرح ليها، اقسم بالله العظيم الا شحال من وحده كنشوفها ربي عطاها ولا ربي حن عليها كنبكي بالدموع معها وكنقول يا ربي زيدها خير في خير يا ربي عطيها الرزق. ولكن ماشي مشكل، الانسان اللي كيتمنى الخير للناس اكيد الله سبحانه وتعالى كيعطيه، واللي كيتمنى الشر للناس ودائما قلبه فيه الحقد وفيه السم وفيه الكره كتشوفوا غيبقى كيدوب 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 حتى يديموا الامانه امانته، وغيبقى لا صحه لا دنيا لا اخره، غيبقى حاضي غير الناس اللي طالعات هذه نجحت هذه طاحت هذيك هو الحظ اللي غتبقى حاضين. اما انا بجهد الله ما حاضيه حد ما تابعه حد، اللي نجح الله يعطيه، اللي ما نجحش الله ينجحو، اللي ما عندوش الله يعطيه، اللي عنده الله يزيدو، وصافي كنقول لكم تهلاو في راسكم وشكرا لكم كاملين.